شيخنا سؤال آخر. نعم. هل يجوز نشر مثل هذا الكلام؟ ونرجو الإجابة باختصار شيخنا لأن هناك أسئلة. هل يجوز نشر مثل هذا الكلام أن الشيخ عبيد سبت الحزبية الجديدة وبين له الحق في فتنة عبد الرحمن العدني يعني، وبين له الحق وأنه لا تؤخذ منه الفتوى وأنه يجيز الاختلاط والانتخابات والتلفاز بحجة أن هذا الكلام صادر من عالم الشيخ يحيى حفظه الله تعالى وأنه على موقع الانترنت وقد شاع وذاع ولم يكن هناك رد من العلماء؟ هذا الكلام لا نعرفه ولا كلام باطل. شيخ عبيد من خيار علماء ومشايخ السنة، من خيار مشايخ السنة، وما عرفناه إلا على السنة، وكلنا يخطئ ويصيب، ولكن هذا الكلام لا يجوز قوله في حق الشيخ عبيد، باطل باطل، كلام باطل. وإن قاله يحيى كلام باطل، قال الشيخ يحيى لا نوافقه عليه، كلام باطل. يحيى أخونا والحق أحب إلينا منه، هذا كلام باطل. ما علمنا الشيخ عبيد إلا عالما من علماء السنة وداعية إلى السنة ومحذرا من الحزبية ومنفرا عنها ومواجها لأهلها، فنعوذ بالله من البطلان. ولكن الإنسان قد يقول في الغضب ما لا يقول في الرضا، ولا يؤخذ من الإنسان إلا ما وافق الدليل. هذا الكلام لا نعرفه، هذا كلام باطل. والذي نعرفه من الشيخ عبيد أنه من أعلام السنة وعلماء السنة والدعاة إلى السنة والمنافعين عن السنة والذابين عنها والمحاربين للبدع وأهلها والمحذرين من البدع، وهو من المعروفين والمشايخ المعروفين في هذا الباب. بارك الله فيكم شيخنا. بارك الله فيكم.